السلام عليكم الخوت هانين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما شفتوا في العنوان، وي خدمت مع المجرمين وخدمت مع الحراقه. خليكم معايا وتبعوا الفيديو هذا، ولا كنتي اول مره كتفرج في القناه ديالي مرحبا بك. دير عون خوك بلايك، بارطاجي، دير سبسكرايب، مرحبا بك، وخليك معايا باش تشوف الجزء الثالث والخدمه اللي غادي نعاود لكم عليها دابا. خدمه ما كانت سهله، ولكن كما كنقول كون راجل وما تخافش. يلا خليكم معنا، ترجعوا. حنا رجعنا دابا، غندوزو للجزء الثالث والخدمه اللي قلت لكم في الفيديو اللي قبل، يعني ما كنتش كنتصورها وما كنتش يعني كنضب اني غنخدمها، ولكن في الغربه مي كطيح قدامك خاصك تخدمها. كما خليناها، اللي ما شافش الجزء الاول الثاني غادي باش يعرف شنو واقع. من بعد ما عطيت الخدمه الثانيه ديال البيتزا، الفروزن بيتزا، عطيتهم جوج سيمانات انا غادي نمشي غادي نخدم، لانني خدمت عام كندير واحد ساعه ديال لوطوروت، يعني نمشي ونجي، وعندني الاجواء شويه صعيبه، ثلج، البرد شويه كانت قاصحه، وكنت نفيق بكري مع الخمسة ديال الربعة ديال الصباح، ثلاثة كنفيق، كانت شويه صعيبه. درنا انتقال كما خلاوا الناس ينتقلوا من ليكول ليكول، حنا انتقلنا من دار الخدمه لخدمه. وانا واحد الحاجه كنديرها، ما كنمشيش من خدمه لخدمه، تنقلب على خدمه، نكون خدام تنقلب على خدمه عاد كنمشي للخدمه الثانيه باش ما نخسرش الناس اللي كنت معاهم، فهمتيني، باش نبقى مزول مع الناس الاولين. خدينا جوج سيمانات، الناس رحبوا بيا، كدوك الناس كانوا مزيانين. مشينا للخدمه الثالثه، كانت بصراحه كانت عجيبه، وليا انا كانت عجيبه بزاف، لانني ما كنتش كنتصور على الخدمه. هاد الخدمه هذه وهي شركه ديال اللحم، تا جزاريت جزار، يعني خوكم تا علاقه بتكزاريت، ما عندي تا علاقه بهادشي ديال اللحم، ولكن الظروف حطتها قدامي خاصني نديرها. نعاود لكم كيفاش يعني قدمت لهاد الشركه دي. مشيت طلع بقيت نقلب اونلاين، لقيتها كانت قريبه ليا في المدينه اللي تحولت ليها، مشيت ليها وكانت ملي وصلت كانت الريحه، كانت شويه الريحه خانزه شويه قاصحه، باش ندخل الاداره ونحمر الاوراق وداكشي كان شويه قاسع عليا الريحه، وما كون ما عرفتش شنو كاين لداخل. دخلت لعندهم عمرت الورقه، سالينا عيطوا عليا شي يومين ثلاث ايام باش نجي نعمر شي ورق معاهم، نسيني شي ورق معاهم، ندير شي ورق ديال الطبيب وداكشي ديال الانشورانس معاهم وديال يونين، عندهم اليونين. قلنا مزيان، وحتى الثمن كان طالع على البيتزا، يعني مشينا بشويه بشويه حتى الثمن طلع شويه على البيتزا. دخلنا الخوت جلسنا، تيجيو كاين معنا الناس الصبليونيين كيهضروا الصبليونيه، جيبو مترجمين كيترجموا ليهم بالانجلي. انا داخل وما عرفش شنو واقع لداخل، ما عرفش الشركه شنو كيديروا فيها لداخل نهائيا، يعني انا باغي نخدم اللي بغى يكون انا داخل، ما تقولش غير لا. دخلت قال لك نهار اثنين تبدا، جلسنا بعدا نهار الجمعة درنا اورينتيشن، كيعطوك واحد الفيديو كتفرج، ما قالوش لينا شنو كاين لداخل نهائيا، انا ما عرفتش شنو كاين لداخل. نهار اثنين غادي يجي خوكم، غادي ندخل. دخلت مع الناس الجداد اللي كانوا معايا، جلسنا على الطويل فيهم، دخل معايا الصبليونيين كيعيطوا لنا بالسميات، فلان فلان كيجي كيعطوه، اللي كيمشي كيعطوه، ثلاثة لماس ثلاثة لماس، و تيعطيو واحد ليكات ديال المشبكين، واحد ليكات مشبكين، وواحد اللعيبة كيحطوه هنا مشبكة، وكيعطيو واحد الكاسك و بوط، عزكم الله، يعني بوط اللي كيمشي كيعطيو هادشي، ماس وفيك دير الماس. بقيت انا الاخر، انا الاخر عيط عليا، انا غنحط لكم تصويره هنا تشوفوا داكشي اللي عطاوني، غنحط لكم هنايا، عطاوني بوط
وعطوني الجاكيطة وعطوني واحد شنو نقول لكم داير بحال المخطاف داير بحال صغير وعند القبضة ديالها هو طويل شوية وداير وعند القبضة هادشي اللي عطاوني وعطاني واحد طاقية واحد طربوش طربوش عطاوني هادشي اللي عطاوني انا جاني شوية كيفاش القضية هادوك المعز وقيامة و... وانا عطيني جوج لعيبات قالك دابا غتدخلوا دابا غتدخلوا الخدمة ديالكم واخا سيدي ندخلوا الخدمة ديالنا وديك البلاصة كنا حنا جلسنا في الكافيتيريا كافيتيريا واحد البلاصة كياخدو ياكلوا فيها البريك كبيرة بزاف وديك الشركة كيخدم فيها 1300 واحد مدخلين خوكم غادي انا ما عليا ما بيا غندخل مع الدروج طلعوني دخلت للشركة ما عليك دخل الباب غندخل وانا غنتصدم واحد الصدمة خايبة والله ما قدر قيلة تصدم واحد الصدمة خايبة لقيت اللحم البقر معلق البقر الناس هادو كل اللي يعطوهم الموز عطيتهم بلاصة فيك يصلخوا يحيدوا اللحم على العظام انا اداني ديك السيد دخلني للفريغو دخلني للفريغو هو طويل قباري قال هذا غير فعلينا عطاني واحد السيد كما قلت لكم في العنوان خدمت مع المجرمين والحراقه السيد اللي غيتريني بيا مجرم عنده ديك اللعيبه في رجليه ديك اللي كانوا دايرين سعد المجرد في رجليه اللي كون داير شي مونتيف هو هذاك كيخلصها هو الشهر كان دايرها في رجليه وما شفتهاش فاش كندير رجلي كندير البوط فاش كندير البوط عالي ما شفتوش انا جاني يعني امريكاني كيتريني بيا عادي وهذوك اللي معايا ما كيدير حتى واحد ولا واحد كيهضر بالانجلي كيهضر غير بالسبانيونيه مكسيكان غير بالسبانيونيه هذا كيهضر بالانجلي انا ما كنهضر بالانجلي وواحد الامريكي اخر الاخرين كلشي كيهضر بالسبانيونيه دخلت تعلمني الخدمه الحمد لله شديتها وليت كنعرف شنو واقع وليت كنعرف حاشاكم البقر احنا كنقولوا البقر فيه غير نوع واحد نوع البقر فيه انواع وسميات وبزاف الحوايج اللي كيدخلوا لي لراسي ولكن راه اش نقول لكم راه العذاب الاليم راه العذاب الاليم ديك الخدمه هذيك ديك خدمه ملي خدمت فيها اول مره قلت لكم واش هي كانت اثر ملي كانت فكرها ملي خدمت فيها ديك خدمه كانوا الصباع ديالي الصباع ديالي كان فيه الصباح كي ما كينوضوش كاين دوز يعني صباحي كيبقاو ناعس خاصني نوضهم ونديرهم بصبعي ولي يعني ما خصني ندير خاصني نخدم لان قلت لكم كان ظروف وكان بزاف الحوايج صافي تعلمت صبرت الشهرين الاولى صبرت كلشي داز مزيان تعلمت الصنعه ديك الحرفه شنو هي ديك الحرفه هذيك الشركه كيدبحوا 2500 بقره كل نهار 2500 بقرة كتذبح كل نهار كيضربوها لهنا يعني كيضربوها في الراس كطيح كيدوزوا عليها يديو هذيك الموس الصغير هنا كيعلقوها داكشي بالزربه انا كنت في الفريغو خوتي كان بارد تصوروا الفريغو بارد وكتحرق انت يعني الفريغو وانت كتحرق تصوروا نتوما شنو كدير في هذيك الفريغو راه المود ديال البرد يعني وانت حرقان يعني راه كدير شي مجهود ديال الحماق كيقول لك شي جا عندك المعلم الصباح كيقول لك فلان غتجي انت غتشد كما قلت لكم البقر فيه انواع ستيك فيه انواع تيقول لك انت غتجي تشد انا بقيت عاقل عليه كاين البرايم وكاين تشويس وكاين هاي برايم هاي تشويس وكاين كاوز الكاوز حنا كنقولوا هو البقر الكاوز هو اللي كيمشي دوك البقر الرقيق ضعيف كيمشي كنسيطوه ماكدونالدز سمحوا لي كسيطو الماكدونالدز والاخرين تيقولك المعلم غتجي نتا غتشد الصالات الاخر البرايم الاخر هاي الصالات الاخر هاي برايم كيجيو كلهم في صف واحد راه غنحط لكم واحد الفيديو غتشوفوه شوفوا الفيديو هذا هذه هي الخدمه اللي كنت كندير وشوفوا البقر هذاك هذوك الروادات اللي كيمشي عليهم البقر هذوك هما اللي السكات كيمشيو عليهم ملي غتشوف فيديو غادي نرجع نكمل لكم باش عارف باش تفهموا علاش كنهضر يلا شوفوا معايا الفيديو هذا وانا غادي نرجع
طابيري يا طيارة رحنا درنا بالسفر وطرعني باغي نمشي يا ما غير تعيلي قالوا لي الغربة شينا وانا باغي نشوف بعيني نجري مور صاري وصبري ديما معيني طيري يا طيارة وديني من هنا ابغوا لاضي طاروكا وانا باغي غير لهنا الديفو في البلاد ولا الديفو فينا احنا الهربة اللي تحلى ونديرو اللي ريحنا خلوني نغبر وجهي والغربة ماشي محنا الغاشي قاعطاها غير احنا اللي ريحنا عيوي لا شافوك كنية يدورو بيك النصابة عينا نلغى ورط علينا غي الصدى طيري يا طيارة طيري وديني من البلاد طيري يا طيارة طيري وهنا نحلى لك عاد طيري يا طيارة طيري وديني من البلاد طيري يا طيارة طيري وهنا نحلى لك عاد تشتريها باش تنجح فات البلاد معرفة صحيحة وسطيحة ميزيرية قبيحة وعقلية ماشي مليحة ريح ولا روحي ولا قعد تتوق الحار مهرب من هذا كيما شفتو هذا الفيديو هذا انا ولي لك شفتو واحد السيد كان كيقطع اللحم البقر على النص هذيك هي الخدمة ديالي كنت كندير من بعد عاوتاني سنين تخدمت فيها تاهي وليت كندير فيها كما شفتوا البقر كيجيكم مساتفين وكيجيو ملاصقين انواع ديال البقر ملاصقين كيشوف ديك السكه وانت عندك السكه ديالك في غتحط داك الشيء اللي قال لك المعلم ديك النوع ديال البقر اللي قالك غتشدو هذاك هو اللي غادي تشدو وكاينه واحد بحال السكه ديال يعني ديال القطار كتبدل ديك السكه جايه وكتضرب انت واحد سويت واحد الساروت كتضربو عطاونا واحد الحديده طويله هادي كتكون عندك في يدك ملي كتكون خدام حديده طويله كتضرب بها داك الساروت كيدير يدخل عندك السكه البلاستيك انت كتدفع انت البقره اللي خاصك تدخل وكتحلها بالزربه راه خوتي نقولش عليكم اقسم بالله الى ثواني جوج ثواني ثلاثه ما خصكش تفوتها والسكه ما كتحبش يعني ما كت الى تعطلتي غير ثانيه البقره كطيح الارض البقر اللي جاي كيطيح الارض وما خاصوش يطيح الارض يعني وكنديروها كندخلو كنمشي في الاول الصف كنمشي نسبقو قبل ما يوصل فين غندخل انا كنشوف النوع ديال اللي جاي كندفع دوك اللي قدام شويه اخوتي راه فيها 1000 باوند اكثر من 1000 باوند كتدفع دوك تخلي واحد اتساع شويه راه دوك يعني اتساع فين غتقد تحل وتسد كتدفع داك دوك حاجاكم دوك البقر الاولين تدخل السلعه ديالك كتسدها والبقر غادي الموت 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 ديال 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 البرد وديال التماره كما شفتوا الفيديو هذا كلشي اللي كنت كندير في هذيك الخدمه هذيك ورجعوا الحراقه كنت في ما اثنين نجي نخدم اثنين كنلقاهم مخرجين 4 5 10 12 ما كنعرف شكون علاش مخرجينهم وكانوا غير المكسيك المكسيك كانوا بزاف 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 المكسيك تنشوف خارجين كنسول صحابي ما كي المكسيك ما كيبغوش يبرقوا بصحابهم نهائيا من بعد مين طولت معاهم عاد قالوا لي بان هذوك الناس اللي كيخرجوا راهم حراقه راه ما عندهمش اوراق وكانوا معايا صحابي في هذاك اللاين ما عندهمش اوراق كان معايا واحد مكسيكي ما عندوش اوراق ولده خدام معانا في نفس البلاصه وما عارفينش بان ولده ما بغاش يقول للمعلم راه ولده باش ما يتفضحش بواه يعني تصوروا هو ولده خدام معايا وما قادينش يقولوا للشركه لان باه حارك ولده زيت ميريكان يعني قانوني خدمت ديك الخدمه الحماق والمشاكل زادوا عندي انا المشاكل زادوا حتى وليت يعني وليت ستريس وليت واحد النهار جيت صباح كما قلت لكم 2500 بقره كواحد السيد ما عيط كان مريض ما جاش جا عندي المعلم ديالي قال لي محسن غتدخل كاينين ثلاثه ديال الفريغوات حنقول الكولر كاين الكره الواحد جوج ثلاثه انا كنت في الثالث دخلني للجوج هذوك الجوج ديك 2500 بقره غديرها انت واحد جوجكم اللي غدوز عليكم كاملين ديك 2500 بقره غدوز على كتافك انت واحد السيد انا كنت ستريس يعني واصل لي الحماق جا عندي المعلم قال لي سوبرفايزر كاين سوبرفايزر وكاين المانجر
جادي معلم قيم حسين حيت كنت انا وصغير فيهم. قيم حسين سير دخل الكولر الثاني وخدم مع فلان. قلت ليه لا. قلت ليه علاش فين ما كيعيط شي واحد كتدخلني انايا؟ انا ما غندخلش. بقيت انا وياه في هذاك الكولر حنا راه فيكو كبير يعني مهزين صوتي مهزوز عليه يعني صافي قاصدو باغي غنطردق داكشي اللي كان فيا غنطردق. ولا قال لي لا قال لي ما عجبكش الحال خرج فحالك. قال لي انت كويت كويت هي انت استقل. قلت له نو الا ما بغيتينيش اجري عليا يو فاير مي يعني اجري عليا. انا بغيتو يجري عليا اللي جري عليا عم يمكن ناخذ يعني التقاعد ماشي تقاعد الشوماج. ما بغاش انا كنتهزني كنغوت هو مكالمني كنغوت. قلت له ما غنمشي جا عندي واحد صاحبي مكسيكي ميخيل جا عندي عنقني قال لي محسن قال لي كام داون قال لي كام داون قال لي طيح برد شويه قال لي سير بدل. عارف هو كان صديق ديالي كان مقرب ليا بزاف 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 بزاف. قال لي سير بدل الحوايج ديالك زيد لبس عليك عاوتاني حوايج يعني انا في الفريكو غنمشي ندخل فريكو اخر برد منه غنلبس نزيد عليا الحوايج ونجي نخدم. جيت لبس داكشي اللي كاين رجعت نخدم ساليت داك السويعه ديالي ويجي عندي المناجر الكبير. المناجر الكبير جا عندي قال لي سمعت شي حاجه محسن؟ قلت ليه وي كاينه. قلت ليه هاد السيد هذا فين ما كان شي حاجه كيجي غير عندي انايا يعني راه ماشي انا اللي كاين راه حنا كاينين كنا مع شي 8 ولا 10 ديال الناس خدامين تما يعني ميمكنش شي حاجه عليا غير انا. قال لي لا راه تيهزك انت حيت انت صغير وانت كتخدم مزيان وما كتوقفش. شوفوا كما قلت لكم ملي كتخدم من نيتك كيبغيو يحرطوا عليك ما كتوقفش. كما قلت لكم الا طاحت البقره ولا وقفات هذوك الثلاثه كيوقفوا الله يناس بثلاثه كيوقفوا الفريقو الاول والثاني والثلاثه كيوقفوا في دقه وما خاش داكشي يوقف. قال لي انا غنهضر معاه ومره اخرى يبقى يديركم ما تقلقش عليه وعيط عليه جا وصالحنا وداكشي. قال لي صافي اوكي ما تقلقش. قلت ليه صافي. السيد اللي كان كيترين بيه قلت لكم كان مجرم يعني كان كيجيو الناس اللي مدوز عليهم حكم خفيف كيجيو يخدموا معنا يعني كنت خدام مع الحراقه مع المجرمين وكيما عندي ما ندير. هذه امريكا ما خاصكش تقول لا. الا جاتك الفرصه تخدم ما خاصكش تقول لا خاصك تخدم. وحنا جينا باش نخدموا ما جيناش باش نتسارى ولا جينا تسارينا الحمد لله ما خلينا فين مشينا. يعني كتجيك الفرصه تخدم خاصك تصرف على عائلتك خاصك بزاف د الحوايج. ملي تكون عندك المشاكل ما كتفكرش في خدمه كيما كي عندك يعني خاصك تخدم خاصك تخدم. هذا الفيديو غيجي طويل غنحاول ندير فيه جزء ثاني يعني جزء واحد اخر لان فيه بزاف د الحوايج ما يتعاودوا. ونهضر لكم على اللحم نهضر لكم على اللحم فين كيتصيفط واش حلال ولا حرام والدول العربيه كيجي ياخذوا اللحم يعني بزاف د الحوايج. هذا طويل لان وقعوا لي فيه بزاف ديال الاشياء وخدمت معاهم حتى عامين وكنت وخدمت يعني خدمه اخرى وليت خدمت خدمات باش يلاه يمكن ليا نسد شي حوايج كانوا تفتحوا ليا شي بيبان تفتحوا خاصك تسدهم يعني خاصك تخدم. وبزاف د الحوايج نعاود لكم غادي نخلي لان هذا طويل ما بغيتش يجيكم الفيديو طويل. غادي ندير التتمة ديال الفيديو باش يكون صغير ويمكن لكم تفرجوا فيه كاملين. والمره اخرى تنقولوا اي واحد يجي امريكان ينسى شكون هو وشنو كان في المغرب. ملي كتجي لهاد البلاد هادي كتجي كتبدا من زيرو كتولد من جديد لان الا جيت تفكر وبقيت تقول انا كنت فلان وكنت فلان وكنت فلان راه ما غدير والو. خوكم ما عمري خدمت في المغرب هذا سوا غيكون حق اخرى وشنو كنت كندير في المغرب يعني ما عمري حطيت يدي في شي حاجه في شي خدمه. كنت عندي فلوسي رزقي الحمد لله ما عنديش ما خاصنيش محمد الله وشاكرو ما جالس في الزناقي في الدروبه عندي حرفتي. نخليكم هذا ونواعدكم غنكمل لكم فيديو مع هذه الشركه هذه. كما قلت لكم فين كيمشي اللحم فين كتمشي الكبده الكفته بزاف الحوايج وبزاف شنو طرات ليا في هذه الشركه هذه وفي هذه المدينه هذه. وغندخلكم الخدمه الثانيه اللي درت مع هذه الخدمه هذه باش يمكن ليا نسد البيبان اللي تحلوا عليا. يلا نخليكم ما بغيتش يجي طويل غادي نديروا ان شاء الله جزء واحد اخر. نخليكم في امان الله وكما قلت لكم ديروا ابوني مرحبا بكم بارطاجيو الفيديو ديالي مع الناس اللي يعرفوا بان امريكا ماشي كتلقى الورد تلقى الفلوس في الارض الا ما حرتيش عليهم والا ما ضربتيش الثمره راه ما كتلقاهمش عمي فهمتيني.
تبارك الله عليكم، لو بنت بيس لكم كاملين. سمحوا لي حيت ملي كنهضر في هذا الموضوع هذا شويه كنتاثر. الحمد لله على كل شيء، شي تجمع كل شيء يقول الحمد لله. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله الحمد لله. تبارك الله عليكم، لو بنت بيس لكم كاملين. السلام عليكم، موجه عليكم. ملي كنلقى التعاليق كيعجبني الحال، ملي كنلقى التعاليق تيعجبني الحال وتيخليني نزيد ندير. واخا القناه ديالي باقا ما طلعتش مزيان، كيخليني نجي ندير بزاف الحوايج. اوكي خوت، تهلاو في راسكم ونشوفكم في التتمه ديال هذا الفيديو هذا. خليكم راحة، باي.